السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نوجدوا واحد المسمنه في الكبيره في الفران. هنايا عندي واحد 400 غرام ديال الدقيق الابيض، وعندي 200 غرام تاع الدقيق الفينو او السميده الرقيقه. غنزيد عليها واحد معلقه ديال الزيت النباتيه، غنزيد عليها واحد شويه ديال الخميره تاع الحلوى، واحد معلقه صغيره، وغنزيد واحد معلقه تاع العسل او معلقه تاع السكر اللي موجود. وغنزيد واحد معلقه صغيره تاع الملح، الملح راه كتملحش عندنا بزاف. صافي دابا غنحطها في العجينه تتعجن، ومن بعد غنرجع معاكم. نسيت البنات، وغنزيد عليها غنزيد الماء، غنبقى شويه نزيد في الماء، الماء غير بارد حتى تجمع لي العجينه. ها هي البنات بعد ما تعجنات عندنا واحد شويه ديال الزيت. غندير هكا البلاستيك الغذائي، ولا واحد واحد عشرة ديال الدقايق ترتاح شويه باش تجيني ساهلة في الخدمة. صافي ونرجع معاكم بإذن الله. هيدا بعد ما نتفاحت خلينا نقسم العجينة، شوية ديال الزيت، صافي غنكورهم. غنكورهم ونرجع معاكم. هنايا كورتهم، دابا غادا نبدا الأولى إن شاء الله. هي بعد ما درستها غنرش عليها الزبدة. هذا الكاوكاو، ديروا الكاوكاو واللوز اللي عندكم، حمرته شويه وطحنته هكا شويه صغير. وغنرش شويه ديال السكر، عندي السكر بني، يمكن ديروا حتى السكر العادي، نديرها شويه. صافي وغنتني ها التنية العاديه تاع المسمن. شوية ديال الزبدة، صافي نحطها على جنب، وناخد مسمنة أخرى تا هي نكرسها. هاهي بعد ما كرستها نديرها نفس كيف درت الأولى، ندير الزبدة. كنقول اللوز ديال الكاوكاو، شويه ديال السكر،
القرن هذا درتو بني باش يعي حطينا ديك القرمشه في المسمن. غنحط عليها المسمنه نبقى غاده عند نسيت السيده غنبقى غاده فحال هكايا ندير وحده وحده حتى نكمل. كما تبقات هي هذه المسمنه الاخرى هذا ما نديرش فيها ما نديرش فيها الكركاع نتسيبها عندها وحده كبيره ما شاء الله. ناخذ الطاوة اللي غادا نمسك فيها ندير فيها شوية زيت صافي وغنحط المسمنة وغادا نخليها ترتاح واحد شوية عاد نبرزها. هي دابا مرتاحات غادا نكرسها نديرها واحد البلاستيكه باش تجيني ساهله في التكرس. غادا نديرها هادي باش ما تحلش باش تجيني ساهله في التكرس. ديروا اي بلاستيكه عندكم هي المسمنه يعني بدلت الطاوه لان الطاوه الاخرى كبيره بزاف والمسمنه ما كبراش بزاف حيت كبيره بزاف ساعه جات حجم الطاوه. ملي كنديروا هاد البلاستيكه ما كتقطعش لينا كتقرص بسهوله وما كتقطعش لينا العجينه ديال المسمن كتبقى يعني ما كتقطع ما والو. صافي هاي دابا قرصتها انا دايره الفران كي سخن على 190 ونخليها تتحمر. هاد الوحدة نزيد ندهن فيها واحد شوية ديال الزبدة باش تاخد اللون. فوالا هنا شوية ديال الكاكاو هذا كيبقى اختيار يعني باش يدير ما يدير حتى شي حاجه يخليها هكا فينا هنا شويه الزبيده ويخليها بس دابا غنحطها في الفران وخلاص تتحمر ان شاء الله. هيا المسمنه بعد ما خرجتها ولكن راها باقا سخونه نتسنى عليها تتبرد شويه بعد عاد نحيدها من الطاوه. هي جات محمره